طيب، وزارة الداخلية نشرت أمس فيديو بيوضح جهود أجهزة الوزارة في إحباط محاولة جلب مواد مخدرة تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون جنيه في واحدة من أكبر الضربات الأمنية لمهربي المواد المخدرة. كان للنجاحات الأمنية التي سطرتها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة أثرها في وأد تلك المحاولات في مهدها، وهو ما جنب البلاد من آثارها المدمرة. أحد هذه النجاحات كان مسرحها ميناء الإسكندرية البحري، محاولة قام بها تشكيل عصابي لجلب كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية لتصنيع مخدر الآيس وعقار الكبتاجون. تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت إخفاء هذه الكميات داخل مشمول حاوية من المواد الغذائية قادمة إلى الميناء من إحدى الدول على متن مركب. تم الدفع بمعدات وتقنيات متطورة لتحديد أماكن إخفاء المواد المخدرة وسط هذه الأطنان من المواد الغذائية، لتنجح الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في الوصول إليها. كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الآيس والكبتاجون تزن 610 كيلوغرام مخبأة ومعبأة آلياً بأكياس داخل علب كرتونية. تقدر القيمة المالية لتلك المواد المخدرة المضبوطة ب 488 مليون جنيه تقريباً. الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الشحنة من المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد. ويشكل هذا النجاح تأكيداً جديداً على يقظة الأجهزة الأمنية وفرضها رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد، وهو ما يحول دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلالها في تهريب وجلب المواد المخدرة.